دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ونتابع أيضا أهم المباريات اللي هتتلعب في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم عقد قرعة علنية لتخصيص شقق مشروع جنة مصر اللي سبق وتم طرحها بمدينة المنصورة الجديدة. وأكد جهاز المنصورة الجديدة عقد القرعة العلنية بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، وكشفت وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير عن تفاصيل طرح جديد للشقق كاملة المرافق بالمجتمع السكني بحلوان بإجمالي 42 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 68 متر مربع و97 متر مربع، وبأسعار تتراوح ما بين 500 و730 ألف جنيه. النهاردة تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، وهتشهد تكريم الموسيقار مودي الإمام واسم المخرج الراحل أحمد بدر خان، وبرنامج خاص تحية للسينما الفلسطينية. بيعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من 30 فيلم من 20 دولة فرانكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع خمس مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة. هيلتقي نيوكاسل يونايتد مع نوتنغهام فورست الساعة 2:30 العصر. الخامسة مساء هيلتقي بيرنموث مع فولهام، وشيفيلد يونايتد مع لوتون تاون. الساعة 7:30 هيلتقي ليفربول مع بيرنلي، وفي العاشرة مساء مانشستر يونايتد مع أستون فيلا.